مشاهدي قناة شوف تيفي صباحكم مبارك سعيد، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. البث المباشر ديال هذا الصباح غادي نتكلموا على القضية ديال الشابة العشرينية اللي حاولت انها تدير حد الحياة ديالها من بعد ما كما كنقولوا وصل الصبر الزبا. هنايا السيده هذه او الشابه العشرينيه اللي بغات تنتحر بواسطه ماده ديال الماء القاطع، فهي الشابه هذه اللي لقاوها وسط غابه. هذه الغابه هذه المعروفه في مدينه مكناس هي غابه الشباب، ولكن في الجوانب ديالها يعني في ذاك المنازل المهجوره في ذاك الخلاء لقاو شابه عشرينيه تصارع من اجل يعني البقاء بين الحياة والموت. يعني الأساس اللي لقاها واللي روالينا القصة في عين المكان ما كيقول حقيقة مؤسف أن داك الشابة يوقع لها داك الشيء، لأنه من خيرات الشابات، لأنها باين عليها بنت عائلة موصونة، بنت عائلة ميسورة، بنت عائلة نقية. لقاوها كتشهد كيف ما كان نقول، لقاوها الكشكوشه كتخرج من فمها من بعد ما بغات تنتحر بماده الماء القاطع. طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي جات الاساس تصل برجال الامن الوطني والاسعاف يعني الوقايه المدنيه من اجل نقلها الى مستشفى محمد الخامس، وتما مشات باش تلقى العلاجات الاوليه. وان شاء الله نتمنوا من الله العلي القدير انه يعني يطول في عمرها ويهديها يا رب العالمين. راجل ونعم الرجال، دون ان ننسى ان القانون المغربي يعاقب كل شخص لم يقدر خدمته لم يقدم خدمه مستاجره للانسان في حاله خطر. صحيح سي احمد فتحي، فالفضل في الحقيقه كيرجع لذاك الاستاذ او ذاك الحارس اللي كيف ما قال انايا خديت على العتيق ديالي انني غادي نولي سين وجيم، ولكن نروح عزيز عند الله حاولت انني نقدم لها يد المساعده بقدر المستطاع. فالاساس في الاول قال لي انايا سمعت الهضره في داك المكان اللي فيه داك السيده كتفركل، يعني راكم عارفين الحراره ديال الموت هي حراره صعيبه واحساس وشعور صعيب بزاف، كتبوا علينا يا ربي الا يعني وحنا هو راضي علينا، يعني اللي كتبوا علينا بداك الطريقه ديال الانتحار بماده سامه كماده ديال الماء القاطع. طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي السيد او الاساس قال لانه شاف واحد مجموعه ديال الشباب اللي كانوا كيلعبوا في ديك الغابه مشاو تجمعوا في واحد الخلا واحد الدار مهجوره. هو قال ربما يكون شي متشرد كما كيحقاش داك المكان، هو كي معروف انه كيجيو ليه المتشردين كيناسوا تما وكيجلسوا تما كيشربوا تما كيستعملوا المخدرات تما كيكون الفسوق تما كيكون الفساد تما كيكون كلشي. فهو مشى دار واحد النظره من بعيد او واحد النظره من البعيد، وفي الاخير رجع بلاصتو قال بما انه غير الدري تما فراه يكون هذاك الدري معاهم وراه غادي يكون كيشرب وراه زاد في لادوز ديال الشراب او شيء من هذا القبيل. لكن حتى كيتبين على انه جا عنده واحد السيد وقال لي الله يخليك، يعني من بعد واحد قال لي من بعد واحد 10 دقائق جا عندي واحد السيد وقال لي الله يخليك بغيت شي قرعه د الماء نعطيوها لذاك السيده. قالوا له راه السيد هذاك، قالوا له راه السيده وراها كتصارع الموت راها كتموت. داكشي اللي دار قال لي مشيت انا اللحظه اللي لقيتها السيده صافي عينيها خارجين وكتخرج الكشكوشه ديالها، انا حاولت انني نعتق هذيك اللحظه، حاولت انني نعرف شكون هي. لكن هي كتقول حامله لكتاب الله، اي عندها مصحف الكريم حداها دايره الفولار، انسانه لابسه واحد المونطو من النوع الرفيع، لابسه واحد سبرديله من النوع الرفيع، دايره الفولار او دايره الحجاب او دايره الدره. قالت ليه فانا صافي عييت وبغيت نلبي النداء ديال الله سبحانه وتعالى. هو ما فهمش يعني داك اللغز نتاع نلبي النداء، فهو حاول انه ما يستفسرش منها اكثر قد ما انه يقدم لها يد المساعده واتصل انذاك برجال الامن الوطني اللي مشى خرج ما جاوبوش يعني في الرقم ديال 19 حسب قوله خرج للشارع
خرج للشارع و تعرض للاستفيد او لا الامن الوطني كانوا دايزين تعرض ليهم ووقفهم وطلبهم وقال لهم راه وقع شنو وقع ليها شنو وقع ليها. داك الشيء اللي تم يعني صفطوا جوج ديال الثقل او رجال الامن اللي كيكونوا في المطر شافوا شنو كاين. جات الاسعاف ديك الساعات نقلوها على الفور الى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضروريه. طبعا هذا الشاب هادي دابا طبعا هاد الشابه هادي اللي حقيقه السيد كيقول انها لقاو البطاقه الوطنيه ديالها لقاو لاكارت غيشي ديالها لقاو يعني الساك ديالها من النوع الممتاز. يعني هاد الشابه ما غادي تفكر انها تنتحر ما تفكر انها تشرب الماء القاطع وانها تقطع مسارنها وانها تبقى تفركل في الارض وانها تولي لديك الحاله الخطيره اللي ما كتوصفش الا ويعلم الله مسكينه اشنو بها يعلم الله اشنو بها. طبعا بالنسبه لزكريا كيقول دابا فين وصلت القضيه وفين وصلت البنت. البارح مشينا على اساس انا نديرو تتبع في القضيه ديالها لكن للاسف خرجتنا قضيه واحده اخرى هي اعاده تمثيل الجريمه واليوم اللي كانت في الحاجب يعني اضطرينا اننا ننتقلوا للحاجب واليوم ان شاء الله غادي نمشي ونشوفوا الحاله الصحيه ديالها كيفاش ولات. نتمنى الله يطول لها في العمر ويهديها ويجازي اي واحد يعني حاول انه يظلمها ويخليها توصل لذاك الحاله الهستيريه اللي تخليها انها تفكر تمشي وتشري الماء القاطع وتخشي وتمشي لذاك الخربه وتجلس في هذيك الخربه اللي في وسط الغابه وتكون في مكان منعزل عن الجميع في مكان يعني بعيد على المواطنين باش ما يجيوش لعندها. وخير دليل هي انا باش عرفوا ان المشكل ديالها مسكينه وصل لواحد الدرجه اللي ما بقاتش انها باغا تكمل في هذه الحياه هي انها فاش جا السيد كيعتقها جاك يعطيها تشرب كتقول ليه صافي انا بغيت نموت يخليني نموت ما تعاونيش شكرا ما تعاونيش. فحقيقه هذا كيدل على ان السيده كتمر من واحد الظروف اللي هي صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف 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 اللي نتمنوا ليها طول العمر ونتمنوا ليها الهدايه ونتمنوا انها تحل المشكل ديالها في اقرب وقت يا رب العالمين. والله نجينا ونجيكم مشاهدي قناه شوف تيفي من كل شر. فحقيقه احيانا كيتوصل بالانسان لواحد الدرجه انه ما كيبقاش عقل انه كيقول بان هذه الحياه سوداء هذه الحياه لا معنى لها وهذه الحياه ما خلقناش من اجلها وهذه الحياه ولكن لا هذوك ميكانيزمات دفاعيه كنخلقوها حنا من اجل تشويه سمعه الحياه من اجل تشويش يعني على علينا حنا في ذاتنا يعني الحياه مزيانه الحياه مستمره بيك ولا بلا بيك بيا ولا بلا بيا. فخاصنا نعيشوها خاصنا نعرفوا نعيشوها اولا خاصنا نعرفوا شنو خاصنا من هذه الحياه. فاغلب الناس اللي عندهم مشاكل كيكونوا ما عارفينش يتصرفوا في هذه الحياه وما عارفينش انها كاينه حياه وحده ما غاديش نعيشوها انا زكريا كيقولوا بغينا نعرفوا واش انتحار ولا محاوله قتل. فحقيقه حنا يمشينا في الاول على اساس انه انتحار لكن في الاخير كيتبين او لا في الاخير كيقول لنا الاستاذ اللي كان تما على انه كاين شكوك حول القضيه ديالها. لان كيفاش يسمح ليها عقلها واحد الشابه اللي صغيره وزوينه وانيقه ويعني كتبان ميسورة زعما ماشي واحد البنت اللي نقولوا راه تجمع ليها الماء والكرا والضو هادي ومشاكل وهادي انها تمشي وتشري الماء القاطع وتجي لذاك الغابه وتدخل لذاك الغابه بوحدها وما يشوفها وتخلي باش ما يشوفها حتى شي حد وتما تشرب داك الماء القاطع. طبعا هو درب العديد من الاحتمالات ولكن كتبقى يعني البحث راه جاري وغادي تعرف الاسباب والدوافع ديال هاد العمليه. فهو كيقول على انه لربما هذاك المكان كان وقع ليها فيه شي حاجه لانه هذاك المكان معروف بالمناكر ومعروف بالاشياء الخايبه اللي كيوقعوا فيها لربما بزاف ديال ربما ماشي هي شي حد اللي يرغم عليها لربما يعني كاينين بزاف ديال الاطروحات والتساؤلات اللي تطرحوا في القضيه ديال هاد الشابه هذه اللي لقاوها كتصارع الموت اللي لقاوها بين الحياه والموت اللي واخا بغاو يقدموا لها المساعده قلت لهم انا جيت للب بنداء
النداء الله سبحانه وتعالى، وانا غادي نمشي صافي، انا يا ما بقيتش قادره انني نعيش في هذه الحياه. فهاد الشابه عندها مصحف او عندها قران كريم حاطه حداها، حاطه قدامها قران كريم ودايره سولار ودايره، يعني الايمان فاش كتكون قويه راه الواحد ما كيقدرش انه يفكر انه غيمشي للدنيا الاخره الا ولا الله يحسن العوان. حقيقه نقدر نقولوا الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بالف خير، والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير يا رب العالمين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله. اذا الله يكتب علينا وعليكم مشاهدي قناه شوف تيفي مكاتب الخير. دمتم بألف خير، شكرا لكل متابعي القناة اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر، وإلى اللقاء. طبعا اللي عنده شي معلومة على هذه السيدة هذه أو عرفها أو تعرف عليها خلينا في التعليق. دمتم بألف خير.